since we had Jermaine. لا درسكاني بيش فصاحتي لفظي مفرد باسي لكرا أو جار مصنف فصاحتي كلام باس دكات فصاحتي كلام بتشيدلن والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها فصاحت لكلام دا اوه كلامك لسيشت خالي بيت سيشتك الزعف تأليف وتنافر كلمات وتعقيدة دبي كلامك لو سيشتان خالي بيت مع فصاحتها وانيا دقل اوه كلامك دبي فصاحتي كلمات شهبه فصاحتي تكتكي كلمات حالي بونسونا مع فصاحتها تركيب درستكي اوه كبيكين حال لزمير خلوصه كزمير خلوصه جبو كلامي راجع دبيت هوا وانيا دبي كلامك لو سيانا خالي بيت وانيا دعا كلامكش حالي وابت ك كلماتك فصيح بن حالي بن سونا فز مع فصاحتها حال لزمير خلوصه هو حال من الضمير في خلوصه مع فصاحتها حال لزميرك لخلوصه دايا حالي بن سونا يعني فقد لسيشتكاني أول خالي بكافينيا دبي تكتكي كلماتك شي فصيح بن جا بو قيد آخريا تشخارج دبيت مع فصاحتها ونيا أو قيد آخرة تشخارج دكات واحترز به عن مثل زيد أجللو ونيا أو مثل زيدون لشابك دانهاتوا واحترز به عن مثل زيد أجلل وشعره مستشزر وأنفه مسرج ونيا أو هر يقلوان كلامك أيدي واحترز به عن مثل زيد أجلل وشعره مستشزر وأنفه مسرج الآن زيد أجلل خالية لسيدانشتك عن ضعف تأليف نيا تنافر كلمات نيا تعقيد شينيا ونيا بلام يكق لكلمة كاني غير فصيحة همان أجلل ك بوشي غير فصيحشة مخالفتي دقل قياسي لغوي هيا ونيا شنكو ببي إدغام هاتو ده حالك ده ببي إدغامي تيدا كرابا ونيا الآن أو كلامك فصيح نيا هرتن لا ضعف تأليف وتنافر كلمات وتعقيد خالية ونيا بلام كلامك فصيح نيا شن يكجل كلماتك غير فصيحة وشعره مستشزر مصنف بقيد آخر لا لو كلام دوامش خوي باراستوا أوش كلامك فصيح نيا شن يكج لكلماتك كمستشزرون فصيح نيا ونيا أوش تنافر حروفي هيا وأنفه مسرج مصنف لو كلام السيومش خوي باراستوا أوش كلامك فصيح نيا هتن لسيدانشتكان خالية ضعف تأليف وتنافر كلمات تعقيد ونيا بلام تنكو كلمة دوامك كمسرجون فصيح نيا ونيا بو كلامكش فصيح نابي ونيا بو فصيح نيا مسرجون شنكو غرابتي هيا ونيا كلمة كي غريبة حريبونا تونا الان تاو او جوريكا مع فصاحتها تركيب كرد اما كتن حالة لزميري خلوصه ونيا إذا ما دام وابد دبيت قيد بو خلوصي ونيا يعني متعلقة بوي حليبون سونا بلام جوريكي ديكش تركيبي دكن مع فصاحتها كالبتا غلطة تركيبك حليبون سونا تفتازانيش باسي دكات
دفرمي وقيل هو حال من الكلمات ونيا بعض كتيانا مع فصاحتها حال لا كلمات أو نيا خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد ونيا وتنافر الكلمات حالي بونسونا بعض كتيانا حال لا كلمات حالي بونسونا أو وقتي أخا أويك عاملة لذي الحالة دا دبت عامل لحالة كجدا ونيا دباشا أو وقتي مع فصاحتها دبت قيد بو تنافري ونيا شن أو عاملة لكلمات دا تنافر الكلمات دبت عامل لحالة كجدا كمع فصاحتها بيشي وانك قيد بو خلوصي حالك والله ما وجد دبت قيد بو تنافري حالي بون سونا البتة وانك فاصلة كوتن بوسيلة أجنبيش هي لبين حالو زي الحالي دا اوش بخوي اشكاليكي ديكيا حالي بون سونا وقيل هو حال من الكلمات بعض كتوانا ولا مع فصاحتها حال لكلماتي وانيا الكلمات كي كلا تعريف كذا هاتوا ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذهاب الأجنبي دوايا صاحبي قيلك كتويتي بخوي كتويتي كتويتي أجر أو حاليا لا تنشتي الكلمات ذكر كرابا بدوا يويدا هذبا خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها والتعقيد ونيها أجر بدواي الكلمات دا حالك هاد با أو وقتي سالم دما ولويك فاصلة بكيد لبيني حالو زي الحالي بأجنبيك كهمان لفزي تعقيدا ونيها أخي الآن فاصلة كوتو لبيني وان بوسيلة لفزي تعقيد تنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها ونيا الان لبيني حالو زي الحالك فصل كوتوا بوسيله اجنبيه كيكا لفظي تعقيده بو اجنبيشا چونكو عاملي حالو زي الحالك تنافره ونيا عاملي هردو كان تنافره بنا بقسيقي لك ده حالك ده عاملي تعقيدي خلوصا أولا خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد حالي بون سونا عامل كان يقني بويا أجنبيا بويا بيقانيا حالي بون سونا جا خدي صاحبي قيلك كتويتي باجوابك بدواي الكلمات دابت حالك مع فصاحتها حالي بون سونا أولا قيلك أو تركيبي دكات ونيا مع فصاحتها دكات حال كلمات حالي بون سونا تو بيج قلويك العان أقبي كين حال كلمات فاصلة كوتولة بين حالو زي الحالي دا بأجنبي وانيا او اشكاليكا بلام اشكالي قورتر اويكا معناكي غلطا حالي بون سونا اني اشكالي قورة اشكال دوامكيا كوي جوي اصلا معناي تعريفك غلطا حالي بون سونا سنكو تاو اتو وانيكا انقو مثلا لزعف تأليف وتعقيد لوي بقرن هر أوان دا معناك نوا خلوصه من تنافر الكلمات مع فصاحتها أوان دا معناك نوا يعني دا بيت كلامي فصيح تيا كلامي فصيح أوي خالي بيت لا تنافر كلمات فصيح وانيا أخم مع فصاحتها حالة دا تواني وكو صفتك بيهني دا بيت لا تنافر كلمات فصيح خالي بيت وانيا أدلة تنافر كلمات غير فصيح لازم نخالي بيت وانيا يعني أقل كلماتك غير فصيح بون
وانيا او وقتي ذكر تنافريا هبيت وانيا شن تعريفك اول ديدي خلوصه من تنافر الكلمات الفصيحه دبل التنافر كلمات زمانك ككلماتك فصيح بن خالي بيت دبل التنافر كلمات فصيح خالي بيت ادي تنافر كلمات غير فصيح لازم له خالي بيت وانيا بس تفتازانيش او اشكالي باز دكات وانيا والا قيلك بخوي اشكالي اولي باز كربوكا فصل كوتو لبيني حالو زي الحالي باجنبيك وانيا جا باش او تركيبي كقيلك كتويتين اشكالي ديكي تدايا تفتازين دلاري والله وفيه نظر لقصي قيلك دا نظر اشكال هيا بو نظر اشكال هيا لانه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص شنكو اجر تا استا كتند بيت قيد بو خلوصي وانيا حالك مع فصاحتها بلام حينئذ زمانك كام مع فصاحتها بكين حال كلماتي وانيا او اختي تازا حالك قيد بو دبت قيد بو تنافري وانيا نابت قيد بو خلوصي حاليبون سونا ذات سل لازم ديد ويلزم ان يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا وانيا او اختي كتن معناكي اواي لديد كلامي فصيح اوي خالي بيد لتنافري كلماتي فصيح وانيا دبل لتنافري كلماتي فصيح خالي بيد وانيا بلام لازمناك لتنافري كلماتي غير فصيح خالي بيد وانيا بس او اختي لازم ديد كلامك كمشتملة بسر تنافري كلماتي غير فصيح دا لازم دي فصيح بيد وانيا شو اسم معنى جملة كواي لها تويدي واختك مع فصاحتها بكي حال كلماتي وانيا خلوصه من تنافر الكلمات مع فصاحتها مع فصاحتها يعني الفصيحة وانيا خالبون لتنافر كلمات فصيح وانيا بلام خالبون لتنافر كلمات غير فصيح لازمني حاليبون سونا فزاقر كلماتك غير فصيح موجود بو وانيا او اختي تنافر كلماتي شان هبيت مشكلينيا كلامك فصيحة او لازم ديت حاليبون سونا بو لانه بو لازم ديت كا او جورة كلام فصيح بيت او اي كتنافر كلماتي غير فصيحي هيا وانيا بو لازم ديت كا فصيح بي لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة وانيا شو معنى جملة كأوي لهذه دي كلام فصيح أوي خالي بيت خالص بيت لتنافر كلمات فصيح وانيا دي باشا أو كلامش خو تنافر كلمات غير فصيحي هيا تنافر كلمات فصيحي نيا شن كلماتك غير فصيحا حاليبون سونا بس بوي لازم ديت كلامك فصيح بيت شن صادق دبي بسر كلامك دا كبلين خالية لتنافر كلماتي فصيح وانيا صادق ايدي كلامك واي بيبلين بلين خالية لتنافر كلماتي فصيح وانيا شن كلماتك غير فصيحا وانيا لتنافر كلمات فصيح خالية وانيا ادي چي هيا تنافر كلمات غير فصيح هيا وانيا جا ففهم وانيا ففهم اشارة بسي ففهم اشارة بويك اما چاو اما تائرة اخا خاليبون معناي نفي دقينت مثلا خالبون لتنافر كلمات يعني تنافر كلمات نبي نفي دقيني وانيا تا استا اما نفيا كان متوجهي مقيد قيدي كربو حاليبون سونا او جوريك اما معنى ما ذكر دوا حاليبون سونا
وايدي اما او نكتن كلامك كان كتن اوشتا خالبون لتنافري كلماتي فصيح حالبون سونا كلامي فصيح اويا خالبيت لتنافري كلماتي فصيح حالبون سونا بلام دوايا او نكتن يعني تنافري كلمات نبي وانيا او دفحي فصيح بوني كلماتي جنبيت وانيا فصيح بوني كلماتيش نبي دا غوري دا نبيت شاو النفيك متوجهي قيدش كرابو كامان فصاحتي كلماتا او ندن كد اقر تنافري كلامي فصيح او الا تنافري كلماتي فصيح خالي به وانيا بس ذكري تنافري كلماتي غير فصيحي هبه حالي بون سونا نفيك متوجهي مقيد قيدي كرابو بلام ففهم إشارة بويك أمد تعني النفيكا فقد متوجهي مقيدي كين كهمن تنافري كلماتا حالي بون سونا بلام متوجهي قيدكين كين كا مع فصاحتي هايا حالي بون سونا أو أختي معنى أو أختي تعريفك غلط نية تعريفك درستا وقت وانيا تعريفك درستا حتى بنا بويك مع فصاحتها حال بلا كلماتش نفيك فقد متوجي مقيدي بيت متوجي قيدك نبي وانيا او اختي معناك اوالدت خالبون لتنافري كلمات وانيا دقل وجودي فصاحتي كلمات وانيا خالبون لتنافر معناك اوالدي دي خلوصه من تنافر الكلمات يعني خالبون لتنافر دقل وجودي فصاحة كلمات وانيا يعني دبت تنافر نبت بلام كلمات كلماتك كا لكلامك دا موجودن دبت فصاحة انهبي خالبون سونا چون شاو خلوص خالبون قلت النفي دقين جاتو نفيك فقد متوجي مقيدك بلام متوجي قيدك مكا خالبون سونا ففهم إشارة بوي أخا أوكا دلن أجل نفي بوسن مقيدك داخل بو أغلب وياك متوجي قيدك دبي قيدك نفي دكاته أو أغلبية دائميني أو قاعدة حليبون سونا بس دتوانين بلن ليرة فقد متوجي مقيدك يا وني أو دفاعك شلا لو تركيبيك قيلك كردويتي حليبون سونا بس بنا بو تركيبيك قيلك كردويتي دي سان دكري تعريفك دروس بيت وانيا دكري معنى تعريفك دروس بيت حليبون سونا اخا اما وانك بويدي حتى تائستا نفيكا متوجي هر دولا كربو متوجي مقيد وقيدش واني ادن كد كلامي فصيح اويكا تنافري كلماتي نبي واني او دفعي البتا وانك ايدي حتى اما باشتر بلين اسم متوجي قيدك من كربو نقبل متوجي مقيد وقيد زيادة المتوجي قيدك من كربو وانيا قيدك كم مع فصاحتي هايا دان كت دبي فصاحتي كلماتي نبي وانيا متوجي قيد من كربو او جوانتر او وابلين متوجي نفيك متوجي قيد كرابو وانيا اما دان كت كلامي فصيح اويك وانيكا لازمك أصلاً لتنافري كلمات خالي به وانا بلكو دبي فصاحتي كلماتي نبي وانيا دبي بس كلماتك غير فصيح بن وانيا بويكتن وانا كلامك كتنافري بلام كلامك كمشتمل ببس تنافري كلمات دا فقط كلماتك غير فصيح بن وانيا تشاو نفيك مع فصاحتي هاي نفي كردوتوا تنافري كلماتي هبه كلامك وانيا بلام
بلان فصاحتي كلماتي نبيت كلماتك غيري فصيح بن او لازم دي كلامي فصيح بيت وانا وقت دو فساد لازم دي وين دو فساد لازم دي يكاك تنافر الكلمات كدبين اي دي او هي دوم جد بي فصاحتها بي فصاحتي جهر نافيد كري تضيف مشتمسة شي وانك برعك سيدي وانا اما برعك ازدبيت نفيك متوجي مقيدي بيت وانيا متوجي قيدي نبي بلام لو بيش اما متوجي قيد كربو وانيا متوجي مقيد نكربو حالي بون سونا امنا والله زورجوان منكوت كتم نفيك متوجي مقيد وقيديا ايهر دوكان فقط متوجي قيدا كمان كردوا وانيا چون اغلب وايا اگر نفي بوسر مقيد وقيدا كي داخل بوم رولا قيدا كي دكات حالي بون سونا دي باشا أماش كتي ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا وانيا لازم دي أجر وانيك مع فصاحتها حال بلا كلماتي وانيا أو أختي مع بلام كلمات مقيدة وانيا أوجر مع فصاحتها قيدكيتي وانيا نفيش بوسر مقيدكي داخل بو متوجي قيدكي دبيت بس فصاحتي كلمات نفي دكاتوا كلامي فصيح أويا فصاحتي كلماتي نبي يعني كلماتك غير فصيح بن دبي كلماتك غير فصيح بن وانيا نفيك متوجيه مقيد نبوك تنافري كلماتا يعني تنافري كلمات ذكريها به وانيا تباشا ما دام ويا لازم ديت كلامي كي كان مشتملة بس تنافري كلمات دا فقط كلماتك غير فصيح بن لازم ديت كأو فصيح به وانيا أو لازم ديت بو لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة چونكو معنى جملة كأوائل لدها دي خالي بد لتنافري كلماتي فصيح وانيا دي باشا اوش كلماتك غير فصيح ندي وانيا فالصادق دب بسري دا كبلي لتنافري كلماتي فصيح خالية لتنافري كلمات لحالك دا ككلمات فصيح بن لوي خالية بو چون كلماتك غير فصيح اوام كلماتك فصيح نين اخو حالي بو يتونا جاء تعريفي كلامي فصيح او ان دبو يدي حالي بو يتونا دبي لا سيدانشتي اول خالي بيت ضعفي تأليف وتنافري كلمات وتعقيد دبي لو سيانا خالي بيت دقل وجودي فصاحتي كلمات حالي بو يتونا ك دواج بحثي لسرويكر كآية مع فصاحتها حال لزمير خلوصه ينحال للكلمات حالي بون سونا ك اقبي كين حال لزميرك هز مشكلة كينيا هز مشكلة قناتا بيش وانيا اقبي كين حال لكلماتيش وانيا كتي دو اشكالي تيدايا وانيا بلام دتوانين اما اشكالك دفع كين حالي بون سونا توان اشكالك دفع كين بوزوري كبلين نفيك كبوسر مقيد داخل بو اما متوجيه خدي مقيد كيدكين متوجيه قيدكين ناكين او اختي وانك معنى تعريفك دروز دبيتو هز اشكالك لمعنى تعريفك دا نابد هتسن اشكال اولا كهر باقية لدي خوي حالي بون سونا كفصل كوتن لبين حال وزي الحالة بوسيلي أجنبيك بويا أو تركيبة دوامي بقيل داناوا سونا إشكال دوامك حل شبكي إشكال أولا كار باقية لدي خوي حالي بون سونا جاء أو جار بنوبا أو سيدانشتكان تعريف دكا ضعفي تأليفو ضعف تأليف بتسيدلن تنافري كلمات بتسيدلن تعقيد بتسيدلن حالي بون سونا فالضعف أن يكون تأليف الكلام
على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور. ضعف تأليف أويا تأليف تركيب كلامك برخلاف قانون نحوي بيت بانيا البتة كم قانون نحوي والله ضعف تأليف أويا تركيب كلامك مخالف بيت دقل أو قانون نحوي كمشهورة لبين جمهور دا هل يبون سونا ين مجمع عليه أو بالطريق أو لا وانيا أجر بسبب مخالف بون دقل قانوني مشهور وانيا ضعف تأليفي بو بيدا بيت وانيا بسبب مخالف بون دقل قانوني مجمع عليه قطعا ضعف تأليفي بو بيدا بيت وانيا بس يان ضعف تأليف أوي كام دقل قانوني جمهور مخالف به تركيب كلامك يا دقل قانونك مجمع عليه قانونك كمورد إجماع وانيا أخا جمهور بأكثرية دلن وانيا بلام إجماع همو يان دقريتو يعني همو نحات كل نحات دقريتو حالي بون سونا وكوسي قانونك نحوي كمشهور بلا بين جمهور دا او مثال بوي كقانونك مشهورة حليبون سونا مثال نيبو قانوني مجمع عليه حليبون سونا وكوتي البتا مثال مخالف مخالفت ها لقال قانوني مشهور واني نك خدي قانون مشهورك مثال مخالف بون دقال قانوني مشهور وكوتي كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما وكو إضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما حاليبون سونا إضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما إضمار قبل الذكر الذكر ألف لامك عوزة لمضاف إليه يعني قبل ذكر المرجع وانيا إضمار يعني هناني زمير فيش أوي مرجعك يبلي وانا يعني زميرك لا فيش يا مرجعك دو عدلي حليبون سونا وكوتي أو مثالك خينين جدوايا سقسمان باز دكين سقسم كابو مقدم بوني مرجع لسر زمير لازمة مرجع ده بمقدم به حليبون سونا وكوسي إلماري قبل الذكر ك أو مخالفة دق القانون مشهور وانيا نبي إلمار قبل الذكر المرجع بيت حليبون سونا تم مرجعنا مرجع وانيا يرجعوا مرجع بكسريزي مثالك وكو نحو ضرب غلامه زيدا وانيا ضرب غلامه زيدا الان ضرب غلامه زيدا زميري غلامه زميرك لبيش داهاتوا وانيا بيش زميرك بو زيد راجع دبيتوا مرجعك زيدا دحالك دا زيد ودوا كوتوا وانيا زميرك بيش هاتوا قبل ذكر المرجع بيش اوي مرجعك كزيدا ذكر بكري حالي بون سونام الان شاو لير الزميري زيدي لفظنو معننو حكما مقدمة وانيا زميرك لفظا مقدمة كديارة وانيا لفظي زميرك لپیش دا تلفوز دکی وانیا لفظی زمیرک لپیش دا دلی معنا کشی مقدمه وانیا وقتی لفظک لپیش بو معنای لفظکش لپیش ایدی معنای لفظکش مقدمه حکمنج مقدمه حکمن مقدمه یعنی حکمنج دکین بویک لپیش ایه وانیا حکمنج دکین لفظی زمیرک مقدمه معنای زمیرکش مقدمه پیش هاتوا
او زار حكم اش دكين بويك مقدمه ان دليل اغني بلا مقدمنيه وانيا دليل اغنيه كحكم كاين بويك مقدمنيه مقدمه حاليبون سونا يعني ليرا لبر نكتيكي وانيغنيا لبر جياندني نكتيك لبر جياندني نكتيك مقدم نبوه لبر ويك النكتيك بجينت وانيا تابلن ولا اوا وانك لا اصل ده مؤخره بس حكم كان بويك بمؤخر بونكي حاليبون سونا بس حكمانج مقدمه يعني اما هر حكم بمقدم بونا كيدكين وانيا لبر نكتيكي مقدم بوبيت تا اما بلين لاصل دا بز مؤخره وحكم بمؤخر بونا كي بكري حالي بون سونا جا الان او معلوم دا بيت تاو لاصل دا الان او خلافي قانوني مشهورة حالي بون سونا تاو بوية دالين قانوني مشهور چونكو او كإلماري قبل الذكر ممنوعا او جمهور وادلن حاليبون سونا وإلا بعض وكو أخفشو ابن جني بجائز ينزانيوا وانيا اوان الماري قبل الذكر يان بي ممنوع نيا وانيا البتا وانيكا الان بعض دكين حاليبون سونا بلام وانيكا جمهور إلماري قبل الذكر يعني بي بطالة حالي بون سونا جمهور بيان ممنوعة بوه دلن اوا مخالفة دقال قانوني مشهور مخالفني دقال قانوني مجمع عليه شون إجماعي لسرنية حالي بون سونا جا بس اوا مخالفي قانونا كزمير مقدم بيت وانيا لا أصل ده دبي مرجع مقدم به. دبي مرجع الزمير مقدم به. جاء مرجع أجا مقدم به سينوعي هيا. مرجع أجا مقدم به سينوعي هيا. لفظا ومعنى وحكما إشارة بوسي قسمانا. حليبون سونا. شو جاري ويا مرجع لفظا مقدمة. ونيا جاري ويا مرجعك لفظا. مقدمة مثلا ضرب زيد غلامه ضرب زيد غلامه وانيا او زميري غلامه مرجعي زيد زيد لفظا مقدمة ضرب زيد غلامه حليبون سونا او قسمي اول كام ابا تلد السوقيش باسي كردو بيخنا قسمي اول كام مرجع لفظا مقدم به جاري ويا مرجع لفظي مرجع مقدم نيا يعني لفظي مرجع نهاتو لبيشي وانيا بلا معنى كي مقدمة جاري ويا مرجعك مقدمة معنى وانيا يعني بيج اويك زمير بلين معنى مرجع فهم دكري لبيشي وانيا بلا لفظي مرجع نهاتو لبيشي وكوتي وكو مثلا اعدلوا هو اقرب للتقوى وانيا الان هو اقرب للتقوى هو بو عدلي دقرتوا وانيا يقول لفظ عدل لو بيج نهاتوا بلام لا كلمه اعدلوا فهم ذكري حالي بون سونا او لرا مقدم بوني مرجعك معننا وانيا او مثالك ديكشي هيا وكو لأبويه لكل واحد منهما السدس وانيا ليرش لأبويه زميركي بو ميتي دقرتوا وانيا بلام وانيكا بيش اللفزي ميت نهاتوا وانيا وانيكا مشتقات لفزي ميت جنهاتوا اخا بيش لا وانك اعدل هو اقرب للتقوى ده لفظ عدل نهات بو بلا مشتقات لفظ عدل هاتبو كاعدلوا يا وانيا بلا لابويه كبو ميت دقرته بيش نلفظ ميت هاتوا نمشتقات لفظ ميت
حالی بون سونا بلام لمقام فهم دکریت چون بحثی ارسام وانیا پس لمقام فهم دکریت پیش اوی زمیرک بلین لمقام فهم دکریت که بحثی میت لحالی مطرح بون دایا بحثی میت لگور دایا حالی بون سونا اوش دیسان پس لمعنا دا بنا بمقام معناي مرجعك مقدم بوا بسر زميري لأبويه دا حالي بون سونا اوش قسمي دوام قسمي سيوم اوه مقدم بوني مرجعك حكما بيت وانيا مقدم بوني حكمي بتي دلن مقدم بوني حكمي اوه كمرجعك اصلا مقدم نيا وانيا مرجعك مؤخرا لواقع دام بلام چونكو مؤخر بوناكي لبر نكتيكا پس حكم داكين بويكا مقدمة وانيا كأوش جيگا كاني مشخص كراوا لبين جيگا دا يا لشش جيگا دا وانيا اوه مشخص يان كردوكا لوي مقدم بوني مرجعكا حكمية وانيا مثلا يكي كان يكي لو جيانا لكتبي نحوش داخل دو تانا يكي كان زميري شأنا وانيا مثلا دالي هو الأمير راكب حاليبون سونا الان هو بو جملي ما بعدي خوي راجع دا بيتوا مرجعيوي جملي ما بعدا وانيا دباشا خو جملكا مقدم نيا جملكا مؤخرة هو الأمير راكب وانيا بو مرجعك جملة ما بعد مؤخرشة جملة مؤخرة بلام تون لبر نكتيك مؤخر بوا لبر نكتيك مؤخر بوا كنكتك تفصيلي بعد الإجمالة حالي بون سونا زميرشان لبر ويد يعني دي أول إجمالك هبت دعا تفصيل بدري وانيا تفصيلي بعد الإجمالش أوقع في النفوس وانيا چون لبر نکته که مرجعك مؤخره لواقع ده بلام چون مؤخر بونه که لبر گیاندنی نکته که پس حکم دکین با مقدم بونه که اگه بلی را مقدم بونی مرجع که مرجعی زمیر همان جمله که مقدم بونی وی حکمنه و الا لواقع ده مؤخره مایسه لی را من فقط مثال بول لبزیه که ضرب غلام زیدن نا لرا مثال بوي كا زمير مقدم بو لفظان معنى حكمانيش وهرسيك بيكينا هرسيك وانيا چون اما بعنواني مثال ديهنين و بوي كا مخالفي قانونا مخالفي قانونيكي كا مشهورة للاي جمهور حاليبون سونا لفظان مقدمة وانيا زميركا معنى نيش مقدمة وانيا حكمانج مقدمة بلا منقو آوا معنى كنوها لفظا ومعنى حكما يعني لفظكي مقدمة لفظي زمير دبي مرجع مقدم بيت اوي كلام باسم ليكردن باسي اوبو كمرجع مقدم بيت بلا لو مثالي مدى زمير مقدمة لفظكي مقدمة معنى كشي لبيشي اتو اولا بمعنى زمير يدى قيدي لارب غلامه وانيا بلام ضرب غلامه زيدا ونيا دو حكم جدكين بويك مقدمة زميرك ونيا كتن بو حكم جدكين بويك مقدمة چونكو خو لبر نكتيك مقدم نبوا لبر نكتيك تا اما وانيك بلام بس لأسل دا مؤخرة اقوابت حكم بمؤخر بوناكي بكري وانيا يعني وانيا كحكمانيج مقدمة حكمج داكين بويك مقدمة وانيا بلين لأصل دا مؤخر بوا حالي بون سونا هر حكمج داكين بويك مقدمة حكماً آوى معنى كنويدي وانيا وإلا فرقه دقلوي كلان سي قسم كان مباسكرت
هم شو مقدم بوني حكمي أويا اشتكل لأصل دا مؤخرة ليرا من ضلم الزميرة كمقدمة حاليبون سونا ومعنى ما كان وها يعني لأصل دا أما كنتن أخا أنا زيد ياكم بلاي والله لفظا ومعنى وحكما مقدمة وانيا الان بنا بو جوري كما سيق اسمه كان باسكرا وفقل لفظا مقدمة لفظي زميرة كمقدمة حاليبون سونا أمن ككتم لفظا ومعنى وحكما مقدمة أو معنى كان لفظك يعني مقدمة وانيا معنى كشي مقدمة معنى الزمير وانيا وايدي معنى لزمني لفظك دايا حاليبون سونا أو جار حكمانج مقدمة يعني حكمج داكين بويك مقدمة وانيا بلين لأصل دا مؤخر بوا وانيا ومعنى كانوها وإلا فرقية دا قلويك مسيق اسم مكان توزيح دا حاليبون سونا يعني بناء بوجوري مسيق اسم مكان توزيح دا ليرا لفزي زميرك فقل لفزا مقدمة وانيا شون أقام معنى مقدم بيت دبي وانك لفظك بيش نهاد بي وانيا او فرقي هيدا قلبي كا لازم واج معنى بكريتا وها لفظا ومعنى وحكما الان ليرا لو مثال اذا الله ربا غلامه زيدا الماري قبل الذكر هيا وانيا يعني الماري يعني هناني زمير وانيا قبل ذكر المرجع بيج اوي مرجع ذكر بكري وانيا جاء واني كايدين اخر لفظا ومعنى وحكما دو سوقيش كتويتي اوانا ربطيان هيا بقبل الذكري وانيا يعني الزمير قبل المرجع قبل المرجع لفظا يا معنى يا حكما هرسيكيان لفظا ومعنى وحكما وانيا لفظا ومعنى وحكما بيش هرسيك يانا حليبون سونا لفظا لفظي زميرك لبيشيا وانيا دوايا معنى زميركش لبيشيا مقدمة بو شو معنى لزمني لفظ دايا وانيا او دفعي حكماني زميرك قبل المرجعة بيش مرجعة يعني هر حكم جدكين دي دليل اقني اما حكم بمقدم بوني زمير نكين وانيا بلين لأصل دا مؤخرة وانيا تساو او بجداء اول او معنى كنوا كزميرة كليرة لفزان ومعنى حكما مقدمة وانيا زادوا وانيكا توزيحي ويبدن كلا اصل دادا بمرجع مقدم به جاء مرجع مقدم بو سيق اسمها يا اوش وانيا سيق اسمها يان مرجعك لفزان مقدمة يان معنى مقدمة يان حكما مقدمة كأوج لا لبين جيغادا باتفاق جمهور إجازة دراوة البتا ابن هشام جيغايكي ديكا زيادة كادا بتشجدانا البتا بعضيك جيغايكي حوتوميش زيادة كان هما الله ربا غلامه زيدان بعضيك أوج بدروز دزان أوج زيادة كان دابتا حوت جيغا حالي بونسونا لو شعري دا وانك دسوقي هناويتي لبدا حوت جيغا باسكراوا ومرجع اللمير قد تأخر لفظا ورتبة وهذا حصر في باب نعمة وتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل ومبتدا مفسر بالخبر وباب فاعل بخلف فخبري وانها او كمرجع زميل لفظا ورتبة مؤخر بيت او حسر كراوة ولا حوت جيغا دا الو تا بين جيغا باتفاقي جمهور درستا وانيا ابن هشام جيغا اكي ديكا زياد دكات كاوش قوية جيغا ششم زياد دكا بلام جيغا حوتم همان دبتا او مثالي كاما كتن بطالا لارب غلامه زيدن حاليبون سونا زا باسي كردو ايدي يقل بابي نعمي دا واني اوني نعم رجلا زيد واني زميرك كلا نعمي دايا بو ما بعدي خوي مرجعك رجلنا كرجلا مؤخرا واني مرجعك مؤخرا او دفعي لبابي تنازع دا
كأو خين دو تانيدي أو مثالك إلى صمدي وأنا ذهب. زميل شأن هو الأمير راكب رب ربه رجلا وأني زميل ربه بو مرجعك رجلنك لما بعدي خويتي. بدل مثلا ضربته زيدا وأني اسم زائر ببت بدل لزميري حليبون سونا أو بينجيغا نعمة باب تنازع زمير شأن ربا بدل أو بينجيغا ومبتدا مفسر بالخبر مبتدايك كبخبرك خوي تفسير بكريتها وكو إن هي إلا حياتنا الدنيا وانيا أخر إن خبرك حياتنا الدنيا هيج مبتدايا بلام هيش هربو حياتي راجع دبيتها وانيا يعني إنج إني نافية يعني ما حياتنا إلا حياتنا الدنيا ما الحياة إلا حياتنا الدنيا حليبون سونا لو الزمير زميرك مبتدا بخبر راجع دبيتها حليبون سونا فز مرجع دي سان لفزن ورتبة مؤخرة أوشش جيغا وباب فاعل بخلف فخبري باب فاعل جيغا يحوتم لباب فاعل دا وانيا منزور زميرك كمتصل ببو فاعلي متصل ببا فاعلي يعني مضاف إليه فاعلي بيت وبو مفعولك مؤخر راجع بيتها هما ضرب غلامه زيدا وانيا زميرك متصل بفاعلي وانيا وبو مفعولك مؤخر دقرتها جاء البتا بخلف فاخبري اتو خبر بدا باختلافك لباري موردي حوتم موردي ششم دا واتا زيادة لباري موردي حوتم دا خبر بدا بويك اختلافك يا وانيا وانيا اصلا اما بمثال هنا نو بويك لو الماري قبل الذكر لفظا ورتبه بطالا حليبون سونا كمان ابوشي مثلا خوف ربه عمر ودرس دبلان هم درس نيا ضربه لومه زيدا درس نيا خندو تاني دي أونيا خاف ربه عمر ونكا لفظكي مقدمة لفظ الزميل برام رتبكي مؤخرة ونيا شون عمر فاعلة عمر سؤال لغنيا سؤالك لباكي هادو كيون مقتضي فعلا هم فاعل وهم مفعول يعني هر جوابك هر تنها أوايا آي دي با هر دو كيون مقتضي فعلا برام رتبان هاي دي هر دو كيون معلومة وانك فعل تقازان دك هردو كان معمولي فعلا بلام اما باسي ويدكين ك زمير لفظا ورتبه مقدم بيد غلطا الان بيرا رب وانك خاف ربه عمر زميرك مضاف اليه مفعول يا بس هرشن لفظا مقدمه بلام رتبكي مؤخره حليبون سنه بو يدرستيدي بلام غلامه زيدا وانيا او اختلافي تدا البته كدروز بيا دروز نبي حالي بون سونا اما با مثال هنا بوي كبطالة البته لكن جمهور بطالة دي جمهور بيان دروز نيا وانيا والاختلافي شي تدا بعضك بيان دروز تا وانيا دلان چونكو زميركا هرچن بو زيدي دقرتا وزيدي لفظا مؤخرا زيد مفعول ايدي بلام رتبة مؤخر نيا وانيا چونكو زيد مفعولا بلام زميرك مضاف إليه فاعليا وانيا جا بهر حال او باسي اويك باسي زعفي تأليف بو زعفي تأليف اويك كلامك دقال قانوني مشهور مخالف به يا دقال قانوني مجمع عليه نحاد مخالف بيت حاليبون سونا او زعفي تأليف بحسكي تواهو ضعف تأليف وانيا تنافر بسيدلن تنافر كلمات والتنافر أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا تنافر أويك كلماتك قرزبا لسرزبان هرچن دان دانيوان فصيح بيت بلام اجتماع كلماتك سقل درسك وانيا وكتي دو مثالان دينتا وكقوله
وليس قرب قبر حرب قبر ونيا او مصرع دوما وصدر البيت وقبر حرب بمكان قفر اوش مصرع اولا اول بيتك اويا وقبر حرب بمكان قفر قفر بتسيدلا اي خلأ عن الماء والكلأ بابيابانه كدلا كخالب لاو لقيا قفر بويدلا يعني قبر حربي حرب ني بيابكيا ونيا قبر حربي لا مكانك بيابان دايا لا مكانك دايكا بأو بيجيايا حالي بونسونا يعني لا مكانك تشول دايا لا مكانك بيابان دايا قبر حربي أو مصرعي أول وليس قرب قبر حرب قبر ونيا قبر اسمي ليس يعني ليس قبر قرب قبر حرب ونيا ولبيابانك دا وهيج قبرك هيج قبرك ديك لا نزيكي قبر حرب موجود نيا هيج قبرك ديك لا نزيكي نيا جاء حرب اسم رجل هو اسم رجل ني بيابك يدي حليب سنة أو بيتيا مربوطة بكي ذكر في عجائب المخلوقات أن من الجنيين نوعا يقال له الهاتف صاح واحد منهم على حرب ابن أمية فمات فقال ذلك الجني هذا البيت مصنف كتابك هي بني عجائب المخلوقات واني لويدا مصنف كتويتي كنوع لا جن هي كنيوي هاتفي بيدا كتري كيك لوان زيقاندويتي بسر قيجاندويتي بسر حرب ابن أميدا حرب ايش دمرت وانا جا جنيك او بيت شعري بودالي وانيا ك وليس قرب ك وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر حليب سنة او مثال اول مثال دوم وكقوله كريم متى امدحه امدحه والورى معي واذا ما لمته لمته وحدي ونيا مثالك ديك وكو قولي شاعري ك دلت لحالي مدح دايدي دل او انسانا انسانك كريمه كار وقتك امن مدحي بكم مدحي دكم لحالك داك خلقي ديك لقل منن ونيا بلام هر وقتك زمي بكم فقط بتنيمة كسيدينية زمي بكات وانيا هر وقتكي زمي بكم هر بوخومم كزمي دكم وانيا والورا معي متى أمدحه أمدحه والورا معي وانيا جملي حالة والواو في والورا واو الحالي وهو مبتدأ خبره قوله معي ووكلا جملة والورا معيدة واوي حالية هو مبتدايا معيش خبركيتي باشا بودو مثالي هنا وبو تنافري كلمات بودو مثال الان دار تنافري كلماتي لچو دا وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناه في الثقل والثانية دونه دو دليلها كبوشي دو مثالي هنا وتوا أولا چونكو لمثالي أول دا سقل بنهايات جيشتوا وانيا وانكا نتوين بلين لكلماتك مشخص دا هر كلا لا لا لو بيت شعر دا لمثالي اول دا اجتماعي كلمات سقلي دروس كردو سقلكش بنهاتي خوي جيشتوا يعني لا درجاتي آخري خوي دايا نارين آخرين درزشها كيدي لو زياتر ممكن نيا بلام لآخرين درجات دايا بنهاية قيشتو سقلكا بلام لمثالي دوام دا وانكا سقلكا خوارتر لمثالي اول وانيا خوارتر لويكا متناهي بيلا سقل دا حالي بوية سونا چون لدو كلمة دا دو كلمة كباعسي سقل بونا امدحو امدحو حالي بوية سونا كا لفظي أمدحو تكرار بوتوا لبي لفظك تكرار بوتوا دوايا حيو هش لنزيك يكاتونا كاردو كان حرفي حلقن
حالی بون سونه او دلیلی اول کدو مثالی هنا و توا مثالی اول که متناهیه لسیقل دا مثال دوم که متناهینیه لسیقل دا وانی او یک دلیلی دوم اویه ولی ان منشأ الثقلی فی الاولی نفس اجتماع الکلماتی وانی دلیلی دوم اویه لمثالی اول دا منشأ پیدا بونی سیقل خودی اجتماع کلماتا خودی اجتماع کلمات ان توانین وانکا مشخصی کین کبلن یک کلمه یا دو کلمه سیقلیان بوجود هیناوا وانیا هر مجموعن او کلماتا که جمع بونتا ولکن یک سیقل بوجود هاتوا حالی بون سونا بلام وفی الثانی حروف منها بلام لمثالی دوام دا منشأ سیقل چن حرفك لا بين كلمات دا وانا چن حرفك لا منها لا كلمات مثال دوام وانا البتة چن حرفك وانا منظوري بو حروف بجمع هنا وتو چونكو دو دانا حي و دو دانا هي امدحو امدحو دو دانا حي و دو دانا هي حاليبون سونا پس منشأ سیقل دیاره لا مثالی دوام دام وانیا منشأ سیقل چوار حرفه دو دانه هی و دو دانه هی جا و هو فی تکریر امدحه دون مجرد الجمع بین الحاء والهاء هو زمیرک بو حروفی دگره توام وانیا حروف کچوار دانه بون بلام وانیا که خو حروف جمعه دبی زمیرک بمؤنس راجع بباوا ادي بو زمير كيب مذكر هنا ودلين باعتباري ما ذكر يا وانيا ما ذكر وانيا زمير كبو حروف دقره توا بلام بو يبقى مذكراته باعتباري ما ذكر وانيا يعني ما ذكر كدودا نحي ودودا نهيبو حليبون سونا نه 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 والله بو ویده گره توا حالی بون سونا دو سوقی وای لی کردو که بو ویده گره توا حالی بون سونا دشکری بو بگره توا ها او ترکیبشی هنوا و هو بو سیقلی بگره توا نگ بو منشای سیقل بو سیقل یعنی و هو یعنی سیقل لچی پیدا بوا لو دا كامدحو تكرار بوتوا واني اوش درستا حالي بويا تسونا جاري وكتو معناي كينوا سيقل وهو حاصل فيج بمعنى معايا حالي بون سونا وهو يعني سيقل حاصل ومتحقق مع تكرير امدحو دون مجرد الحاء والهاء واني او سيقليك امدلين باسيدكين حاصل بوه ومحقق بوه بتكراري أمدح هوي أو سقليك ما باس لكين وانيا نك فقط بجمع بونوي حيو هي بلان ببي تكراري أمدح هو يعني يكجار لفزي أمدح هو كترابة أو سقلنيا واني يكجار حيو هي لنزيكي يكبي حالي بوية تونام أو دكري زميرك بو سقلي بقارتوا دشكريت بلين بو حروفي دقرتوا باعتباري ما ذكر وانيا اما ننكد منشأ سقلك شوار حرفا باشا او شوار حرفا بتي بيدا بوا بتكراري امدحوي وهو هو يعني شوار حرفك وانيا حاصل ومتحقق مع تكرير امدحو شوار حرفك حاصل بوا وبيدا بوا بتكراري امدحوي وانيا نك بمجرد جمع كرنوي حي وهي واني اوقتي دو حرف ندبو تشار حرف ندبو حليبون سونا باشا بودلي مجرد جمع بونوي حي وهي منشي سقل نيا اوش دلبا بوي وادلم لوقوعه في التنزيل شم مجرد جمع بونوي حي وهي لقرآن اجداها توا بحالك داخو او سقلي نيا وكوتي مثالك الى قران ده هاتبر مثل فسبحه وانيا مثل فسبحه الان
وكو مثلا لو آيتي دايدي فسبحه لرا حيوهي خربونته وبلان ببي تكرار حليبون سونا فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة فس صحيح نيا دروس نيا كا قول بكين بويك مثلي أو ثقليا كفقط كفقط حيوهي جمع بونته وبلان ببي تكرار وانيا اول القران اجداتو فزناتو ان بلين والله مثلي او سقليج مخله بفصاحه شنو وقت لازم ديت او سقله القران دا هيا واني فزدبل القران اجدا مخل بفصاحه القران هل يكون سنا تساو امانا هي بقران ثابتي كينها وانيا دن هي بلين قران همو انسان بلغ كان شاهديان دا ولا صار فصيح بونكي وانيا پس دیسان هر اما قصی انسان بلیغ کند که این سنت ونیام ولی دور لازم دی اتو شتی بلیغ با قرآن ثابت کی ونیام مثلا قاعده کی بلاغت با قرآن ثابت کی دوایا بلاغتی قرآنج اتو با قواعدی بلاغی ثابت کی او دور لازم دی بلام لیرش هر سندی ما قرآن نیا سندی ما اویا یعنی قرآن بلام لو جاته و که انسان بلیغ کن شاهدیان داوه بفصیح بونه کی ونیا دخو همو انسان بلیغ کن دلان قرآن فصیحه یک نفرش نو بلا فصیح نیا حالی بون سونا یک دانا عالمی عرب یک دانا انسانی بلیغی عرب نبوه که بلا فصیح نیا همو کتوانا فصیحه دخو مجرد جمع بونه وحيوه لقرآن داتو پس ديار اوه من شي سقل نيا يعني سقل بلام سقل كي مخل بفصاحة نيا حالي بون سونا جا ديسان على وبر اويك كومجي لقرآن ورقرد كلاوه دا مجرد جمع بونه وحيوه هيا ببي تكرار وانيا ديسان دي هيوت سنة ديكي ديكش استفادة لسنة ديكي ديكش دكات وانيا كأوي السابد دكات بتكراري أمدح هويا كسيقل بيدابوا وإلا أقا فقد يكجار أمدحو كترابا يكجار جمع بوناوي حيوهي سيقليكي مخيل بفصاحة بيداناكات حاليبون سونا ذكر الصاحب إسماعيل بن عباد أنه أنشد هذه القصيدة بحضرة الأستاذ ابن أستاذ ابن العميد فلما بلغ هذا البيت قال له الأستاذ هل تعرف فيه شيئا من الهجنة؟ قال نعم مقابلة المدح باللوم. صاحب إسماعيل بن عباد باسي كردوك أو قصيدي خندوا لحزور أستاذ ابن العميد دا كأستاذ بوا ابن العميد وقت كيكا ابن عباد جيشت أو بيتيا كريم متى أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي وقت كي جيشت أو بيته ابن عباد أستاذ ابن العميد بيكود آية لو بيته دا هيتشتق لعيب دبيني هيتش عيبك دبيني لو بيته دا وانيا ابن عبادش كتبالي عيبكي أويك لمقابلي لفظي مدح دا لفظي لوم هاتوا دحالك دا لمقابلي لفظي مدح دا دبي لفظي زم استعمال بكري حالي بون سونا لمقابلي مدح دا لوم قرار دراوا دحالك دا دبي زم قرار بدريت شون أودوانا لمقابلي استعمال دبي وانيا أخاوني كتي لمصراعي أول دا متى أمدحو أمدحو مادي مدحة لمصراعي دوام دا وإذا ما لمته لمته وحدي مادي لومي هنا ودا حالك دا لمقابلي لفزي مدح دا مادي زمدين حالي بون سونا وإنما يقابل بالذم أو الهجاء وانيا ليرا لمقابلي مدح دا مادي لوم هاتو دا حالك دا لفزي مدح بزم يا بهجاء وانيك يعني مقابل ذكري لمقابلي دا أودو مادانا استعمال ذكري أو جواب داوة ابن عباد فقال الأستاذ غير هذا أريد وانيا ابن العميد بيدالي ولا أمن
عيبك ديك غير ومنزولة عيبك ديك هيا وانيا أو عيبش موجودة بلام عيبك ديك مقصودي منها فقال لا أدري غير ذلك ابن عباد كتي والله من هج عيبك ديك بيجقل ونازانم فقال الأستاذ هذا التكرير في أمدحه أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء وانيا كتي أو تكراريك للفظ أمدحه داهيا وانيا دقل أويك حيوهج جمع كراوتوا وانيا للفظ كدا وهما من حروف الحلق أو أنا جمع بونتوا لنزيكيك دحالك دهردو كشان حرف حلقينا حيلا وسط الحلقة هجلا أقصى الحلقة وانيا آخر حلق وانيا جا فرموي هذا التكرير مبتدا هذا التكرير في أمدح أمدح مع الجمع بين الحاء والهاء وهما من حروف الحلق خارج عن حد الاعتدال أو لحد اعتدال خارجة وانيا نافر كل التنافر وانيا كل التنافر يعني تنافرا قويا وانيا و تنافرك قوي تدايا وانيا تنافري كلماتك قوي تدايا حالي بون سونا البتا متناهينية للسقل دا وانيا بلام تنافري كلماتك قوي وزوري تدايا حالي بون سونا فأثنى عليه الصاحب وقتك كابن العميد أو عيبي باسكرت وانيا صاحب ابن عبادش وانيكا تعريفي أستاذك كرت تعريفي ابن العميدي كرت وانيا كنت والله تشاكت زانيوا حالي بون سونا يعني أبيش تأيدي كرت كوايا حالي بون سونا شون أبيش إنسانك بليغ بويدي زانيويتي وانيا زانيويتي وقتك فقد غافل بوا بلام دوا كعيبك يبو باز دكا أبيش تصديقي دكا دلوا حالي بون سونا أبيش باسي تنافري كلمات يعني أبي دودا نمان خين ضعفي تأليف تنافري كلمات